بتقول انتفاخ في القولون وفي البطن، والدكتور ادى علاج 6 شهور، رجعت خدت تاني علاج تاني 6 شهور. في الاول كان جاب نتيجه وبعد شويه مش جاب نتيجه ومعاها امساك. بنقول لك مع العلاج اكيد الدكتور ربنا يجازيه خير قال لك على اكل ما تاكلهوش، ان في القولون العصبي او قولون التقرح او التهاب القولون في اكلات بتتعبهم زي المقلي والمحمر والمسبك وزي الحاجات المشويه واتحرقت، الحاجات المحروقه تتعب المعده خالص، وزي الحاجات المسكره قوي تتعب المعده او تتعب القولون. فبنقول نمنع الاشياء اللي بتسبب التعب. اكيد انت معاكي نوته صغيره كل ما تلاقي اكله وجعتك وتعبتك تكتبيها. طب عشان الانتفاخ يضيع نعمل ايه؟ مشروب الشمر بعد كل وجبه. طيب لو الامساك تعبني وعايز ارتاح منه باخد عصير القراصيا، والقراصيا ده اللي هو البرقوق الجاف اقعه 12 ساعة واشربه واكله واضربه في الخلاط. انا اقشر بقى البذره، اطلع البذره واضرب الباقي في الخلاط واشربه، بفضل الله وكرمه ورحمته بيحصل تحسن في الاخراج. نزود الالياف شويه في الاكل، يعني كلنا مع الجرجير والفجل والكرات والخيار بيحسن، ونمنع الاكل اللي بيعمل امساك زي الجزر وزي الجوافه، الحاجات اللي بتعمل لنا امساك، والسندوتشات اللي ما فيش شوربه اهتموا بطبق الشوربه جدا، ويا ريت تاكل بليله عشان الالياف فيها عاليه.